هلو، اليوم بدنا نروح على سوق مدينة جميرة. هلأ نحن على الطريق وصلنا، وأخيرا عادي بشوفوني طلع بالصبح بوصل الليل لأنه مسافات كتير طويلة هون بدبي. هلأ أول ما وصلنا عم ورجيكم المحلات اللي هي بقلب السوق. هو بتحسوا هيك سوق تراثي شوي، في هون هدول العبايات أو الجلابيات، ما بعرف شو بتقولولون. وشوفوا المكان هيك بحسسكم، ما بعرف، انا حسيت انه مكان تراثي هيك قديم شوي، مع انه هي منطقه كتير جديده. هون كمان في هيك كتير 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 تياب، هون في شغلات كلها مكتوب عليها دبي دبي دبي. في حال انتم حبيتوا تاخذوا سوفينير لكم او تاخذوا هدايا لحدا، كل شيء هون مكتوب عليه دبي. حتى هون هلا في عنا هدول الابراج، برج خليفه، برج العرب، في كتير شغلات كمان اذا كنتوا تاخذوا سوفينيرات. هون هذا الجمال اشهر شغله، وين ما بتمشوا بتلاقوا منه هذا الجمال. طبعا المكان هو بيطل على برج العرب من برا. هلا رح اخذكم نتفرج هون، هيك عم حاول اني انا اخذكم لفه بالمكان ونشوف الاسواق كلها. هون للحظه انا حسيت حالي بالشام بالحميديه، هدول النحاسيات والشرقيات الموجوده ما في. شوفوا هون هيك طلعت اخذكم فيو لبرا، بس تشوفوا المنظر، المطاعم، الجو كتير 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 حلو. يعني اي حدا هيك حابب يروح يتسوق يمضي وقته، هذا المكان كتير مناسب له. هون السجاد، انا كتير بحب هدول السجادات، وكمان هدول هيك التحاف والصحون وشغلات، يعني جامع من كل شيء. تحسوا ايراني على هندي على موروكو على كتير شغلات. حتى هدول التحف الشرقيات اللي شفناهم كمان تحسوا هيك بشي بلاد الشام، جامع كتير شغلات، فيكم تاخذوا منه كتير هدايا، فيكم تتسوقوا منه كتير شغلات. التياب اغلبها زي التقليدي، في كم محل براندات وهيك، بس اغلبها هيك زي التقليدي، عبايات وشالات وهدول الشغلات. شوفوا هون شو حلوين. طيب نهرة رح اسكت وخليكم تكملوا فرجة. اوكي هلا هون رجعت طلعتكم مره ثانيه لبرا، ليكو الجو مع برج العرب شيء كتير 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 حلو. هون في هذا الجسر كتير حلو، اذا كنت تاخذوا صور انا اخذت عليها صور، طبعا بتلاقوا الصور تبعي على انستغرام. وهيك يعني مكان حلو، في مطاعم اذا كنت تروحوا عائلات كنت تعدوا كنت تسلوا، او حدا هيك رايح لحاله مثلي طفشان حابب يتمختر ويتسلى، فكمان مكان كتير كتير حلو. ماني عارفه انا اكمل اني ضل عم اقول كتير كتير حلو ولا اسكت خليكم تتفرجوا، بس انه رح ضل عم بحكي. وهلا انا رح اطلع لكم هون اخر شيء عم بتمختر، طبعا اني انا لازم انهي الفيديو، وهيك عم باخذكم تور سريع 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 بالمكان وورجيكم الطقس قد حلو والمكان كتير حلو. وبس هذا كان كل شيء لليوم، باي باي.